اليوم نحن متواجدون في قطاع غزة لنسلط الضوء على كون أنه 15 سنة مرت ولا زال قطاع غزة تحت الحصار، ولا زالت جميع مؤشرات الحياة في قطاع غزة تتجه ويعني تعطينا نظرة أنه الاتجاه هو للتدهور المستمر في حالة عدم وجود أي حلول مستدامة، خاصة حلول سياسية واقتصادية لقطاع غزة. الناس في قطاع غزة هم أحياء ولكنهم لا يعيشون، وهذا يعني واضح في جميع المؤشرات الحياتية. فلما بنيجي بنحكي عن نسبة البطالة 63% بين الشباب، لما بنحكي عن نسبة حصول الناس على تصاريح للحصول على يعني علاج طبي تصل فقط إلى 60%، ما يقارب 60%، بنحكي عن حياة مليئة بالمعاناة اليومية. قطاع الصيد هذا القطاع الذي كان يؤمن ما نسبته من 4000 إلى 5000 طن سنويا، الآن يكاد لا يؤمن 2000 إلى 2500 طن، بالإضافة إلى انخفاض دخل الصياد من متوسط 1500 شيكل إلى أقل من 400 شيكل. هي أرقام صادمة من الناحية الاقتصادية والإنسانية والسياسية. بيعاني القطاع من سوء أمن غذائي يصل إلى 60%، وهي نسبة كتير مخيفة، خاصة بما أنه قطاع غزة منطقة مكتظة. بتتناقص قدرة الأفراد على أنهم يوفروا لأنفسهم ولعائلاتهم غذاء صحي بسبب الوضع الاقتصادي اللي بتمر فيه البلد بشكل خاص وبيمر فيه العالم بشكل عام. الوضع كل ماله يزداد سوءا في قطاع غزة بشكل خاص، وبيصير في عنا أفراد أو أعداد أكبر من الأفراد والعائلات غير قادرين على تأمين الغذاء لأسرهم، أو غير قادرين على الأقل على الوصول لحالة من الأمن الغذائي اللي هي كمية أكل تكفي الأسرة وفي نفس الوقت جودة أكل جيدة نسبيا لهي الأسرة. رسالتنا إنه إحنا نقدر نوصل رسالة الطفل أو الشاب أو الفنان الموسيقي، الفنان الفلسطيني عبر الموسيقى. 15 سنة من الحصار، إغلاق، معابر مسكرة. هدفنا أنه إحنا نوصل للناس يا جماعة أنه في عنا إحنا طاقات بدنا العالم يشوفها، فبنطلب رسالتنا للعالم أنه رجاءً اطلعوا علينا، شوفوا الفلسطيني، شوفوا إبداعاته. إحنا عنا إغلاق، معابر مسكرة، ما بتقدر تسافر، حتى بعض الفنانين عنا شاركوا في مسابقات ما قدروا يطلعوا، وهذا أثر سلبا عليهم. قال لك لا أنا شو بدي في الموسيقى، بروح شوف لي شغلة ثانية، مع أنه موهوب عنده موهبة كبيرة.